قلنا بتحلقها شوارب جاي لي بتجينز وينين لي شروايل فكر لي حالك براد بيت. هشتاشو عادو هشتاشو عادو مرحبا. مساء الخير واهلا وسهلا فيكم. بشكر رعاية البلدية ورق عنب اللي استضافتنا ركز قطار اللي استضافتنا بهالحفل الكريم. ان شاء الله مني اعجابكم وخلص يلا. شوية ريفر بقى خليك ولك لو نيحة هالطبقة بقى نيحة قال لي يا أسمر لون عينيك بحرفي لك قولي يا زلفة يا أسمر لون عينيك بحرفي حبر أزرق وصل حرفك بحرفي لك قالوا غمزني وتراك السراب بحرفي عشرت تنطرني حد البوي ماي عيني 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 يلا عطيها كفانوس يلا على عين مولاي رحت عالبحر لا اطرح شباكي لقيت تابع رحت عالبحر لا اطرح شباكي لقيت الموج شي ضاحك شباكي اسألت موجي قلت له شو باكي قالت لي مفارقه اغلى الاحباب حبيب قلبي طالوس قول ويا مارق عالطواحين والمي مقطوعه خايف لا تدور الطواحين والحلوه يتوع يا مارق عالطواحين يا كره كره لا سالفه خايف لا تدور الطواحين والحلوه يا قلبي إلنا شهرين والحب مجافينا نحزن كل ما شفنا التين يمين يسلينا يا قلبي إلنا شهرين والحب مجافينا نحزن كل ما شفنا التين ويمين يسلينا وهالحلوة عند قلبين عم تطمقطع فينا أخرتها رح ترجع وين لعنا مرجوعة يا مارق عالطواحين والمي مقطوعة خايف لا تدور الطواحين يلا عزفتكم صبايا يلا جبلنا بدم نطرب وهو جبلنا ما
مهما الدهر غضبات وجبلنا عم نبقى هاون علو نبقى هاون وما منترك جبلنا تراب الأرز أغلى من الدهان يا بطل حملك ويا لا الله معك يا بين صامت بالجنوب يا تحت سقفك عالوفا ربيتنا ومش كتير علي بيتي أنا سلاحه ما بتركه للديب ولا بعير مفتاحه بيتي ما برضى يصيب بيتي أنا سلاحه ما بتركه للديب ولا بعير مفتاحه انت الهنا والعز والقصر منو قصر قدامك عين وقصور الدنيا عليتنا يا بيت صامت بالجنوب الله معك يا بيتنا شكرا. لحظة. ان شاء الله يكون عجبكم الحفل وبتمنى كل سنة تدعينا رئيسة البلدية بشخصها ست كلوديا مارشليان وبحب اشكر الفرقة. بحب اشكر الفرقة. خلص. خلص. ايه وانا بدي اشكر هيدي بتغار مني لاني احلى منها ما شكرتنيش برهوم رو بدي اشكر ميس ليسلي شكرا ميس ليسلي هاي بتغار منك فاكرة حالها احلى مني إيه. انا بحب اشكر شكر خاص لاستاذتي مدام مياري وست كارلا رميا السيده الفنانه الكبيره ثانك يو ان شاء الله نكون على حسن ظنكم فرقة كب النايلة الفولكلور الشعبي انت كتير بتعتق يا زلمة يا شو هيك وقعت قال انا بالنسبه لإلي ايفال شانتال ومروان ورافائيل بلش حلو وكمل بذات المود عطوا الستيل للباند الستيل اللي بدهم اياه عطوه للباند وقدروا يمشوا فيه للاخر ولكن انا بالنسبه لي كان في كتير ضجه بالآلات وكانت الآلات دائما اعلى من صوتهم لانه الميكرويات كمان ما فيهم امبليفيكاسيون دونك هن حاطينهم ليستعملوهم للمشهد بس اوفات ما عم يعطونا ما عم بيعلوا الصوت دونك صوت الدربكه كان كثير اعلى من اصواتهم بالاجمال شانتال غنت حلو غنت ستيل بيلبق لها عرفت شو غنت المغنى حلو الباور بالصوت كان منيح صوتها عم يطلع اكثر عم تقدر تفرجينا الطاقات اكثر خصوصا بالاغاني اللي هي بتكون هيك مرتاحه فيهم ومعوده عليهم استعملت النيوانسات بطريقه كمان كثير حلوه مروان غنى كثير حلو بس كمان كان صوته اوقات مخفي بصوت الانسترومنت شوي كنت بفضل يخفف شوي الباور تبع الانسترومنت
رافائيل غنى منيح بس كمان اوقات لازم يرجع ما يتاخد بس بالمشهد، لازم ينتبه على الديتايات هو عم بيسيب النوتات كرمال ما تفرق النوت وما تفلت منه، بس بالاجمال غنى منيح. وقت اللي كانوا عم بيغنوا كلهم سوا كورال كمان بالاجمال كان في تناسق، ولكن برجع بشدد على قصة الموسيقى يلي لازم يتعودوا يوطوها وقت ما يكون عندهم امبليفيكاسيون، ما بيسوى تطلع فوق صوتهم. انبسط، كان كتير حلو من ناحية، كتير حلو ثلاثتهم سوا مهضومين. هلا دايما بنرجع بنحكي على ذات القصة، لما بكون في واحد ليش بسموه اكومبانياتور، عم بيرافق بس مش معناتها هو بده يسيطر على الباقيين. ما بنعود نسمع الصوت، ما عدنا سمعنا صوت، صرنا عم نسمع دربكي بس. هذه شغلة، وبالرغم انه لما اجى دوره لمروان غرشان رافائيل وطى العود تنسمع صوته لمروان. هلا ترى رح بلش بمروان. مروان صوت حلو كتير، كبير كتير، بس بعده ديزوردوني، يعني منه متناسق، تحت بيخنق صوته. ودايما كل يوم دايما بنحكي بالصف انه لازم تعرض من دون ما تشد يظهر صوتك لبرا. عم بحكي بخصوص القرار، فوق بلش يفتح صوته، بلش يلمع صوته، عم بيعرضه مزبوط، بس بده يتعلم اكثر شيء، نشيل كل شيء قلته، يتعلم يروق مروان. مروان ابو عجقه، لما بيروق بصير بيفكر بالاشياء مهمة كتير عم تمرق من حد وما عم ينتبه لها بالملاحظة. هلا شانتال كتير عجبتني، شانتال صوت الصدر مبين كتير منيح، عم تعطي كتير منيح، وبعد في شغل أنا وياها بصفوف لصوت الراس تيكون متناسق مع صوت الصدر، لأنه بعده صوت الراس عنده كتير منيح، بتطلع نوتات قد ما بتكون، بس في شغلة إنه بعده أصغر بكتير من صوت الصدر. هلا رافائيل كله على بعضه تريبيان، بعد عنده في مطرح قد ما انعجق بالتمثيل وهيدا كتير مهضوم، ايه بلش يلفظ لورا النوتات، هيدا هالشغلة بده ينتبه لها، يركز أكتر تيصير في تناسق بين الموسيقى والتمثيل والغنى، بس إجمالا منيح. كمان ما بدي احكي انا عن الصوت، رح نترك لكم هالمهمه. انا كثير مبسوطه فيهم لانه عندهم افكار حلوه، لانه عم بيسمعوا، انا عم بعطيهم الموضوع عم بيسمعوا شو بدي، عم بيبعدوا عن الكليشيات كلها. انا مبسوطه فيهم وملاقيه شغله غريبه انه عم بيروحوا على بلدهم، اذا ملاحظين يعني هوليك راحوا على المغرب، هون اجوا على لبنان، عم بيكونوا يعني هيك فرقه وطنيه اذا بدكم اكثر مما هي فنية. معلش هيدي كأول خطوة هيك حلوة، يعني أنا بشوف أفكارهم حلوة ونفذوها بطريقة حلوة ومهضومين كتير ثلاثتهم، وثلاثتهم عاملين كاركتر. الحلو إنه كل واحد ماسك كاركتر وماشي عليه، ما طلعوا منه، يعني كل واحد شيء ومشيوا عليه للكاركتر. هيدي شغلة صعبة عادة عند الممثل إنه يعملها، يعني منا هينة. مبسوطة فيهم، مبسوطة لأنه الإيفال فرجينا فيهم أشياء بعد أكثر مما نحن بنعرف. وفكرتك كانت كتير حلوة إن أعطيتي هالنوع الإيفال، وهن عم بيتجاوبوا، هذه شغلة مهمة، مش كل مش 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 بالضرورة كان يقدروا يتجاوبوا بهالمستوى هيدا. بدي أقول إنه أنا اليوم كتير مبسوطة من اللي عم بشوفه. في محاولة تمثيل جيدة جدا، صحيح عكس الفريق يلي مرق قبل، الفرقة اللي مرقت قبل، هن نختاروا يشتغلوا على كاركترات، واضح انه السيناريو مش كتير مركب، هن لقوا حالة وبلشوا يرتجلوا حول هالحالة، يعني عملوا فرقة تراثية، اختاروا انه هالكاركترات يكونوا مثل ما بيقولوا مالادروا، يعني ما فرقة ومش زبطين، يعني هي بارودي من فرقة، هي سخرية على فرقة، وهيدا الشيء كتير مهضوم وعلى فكرة كتير صعب ينعمل. فمشان هيك في مطارح منحس في مبالغة شوي بالتمثيل، ولكن المبالغة بهالنوع مقبولة لأنه هي بارودي، لأن هي سخرية على يعني أنا هون لقيت أنه مرقت، مع أنه بمطارح بكرة بالصف بقلهم وين كان شوي أوفر.
ولكن يلي فاجأني يعني هالمرة مثلا فضلت أكثر بكثير فضلت مروان وشانتال عن الإيفال المرأت، لأنه حسيت أنه في جهد. رافائيل عنده قدرات تمثيلية واضحة، رافائيل شخص يعني رح يبرع بتصور بالإداء التمثيلي والغنائي، يعني بكرة بيجي. أنا بالنسبة لي عنده طريق بالاستعراض أو المسرح التمثيلي الكوميدي، يعني بيجي عروضات من هالنوع. وتفاجأت وانبسطت أنه اليوم مروان وشانتال عملوا هالخطوة يلي هي أصعب لإلهم من رافائيل. ولكن عامة لقيتهم كتير مهضومين، ضحكوني سلوني كتير، حبيت كيف يدخلوا من أغنية لأغنية بطريقتهم، يعني بالكاركتير تبعهم، يفاجئونا، يعيطوا على بعض، ينرفزوا من بعض، ولكن كل مرة يفاجئونا بالطريقة أو بالغنية كيف يفوتوا عليها. ما رح أحكي على الصوت، أنا مبسوطة. وأنا كمان. كلنا مبسوطين بخير. أنا حبيت اللي عملوه، أو بس مشان تعليقا على اللي قلتي، انه بالعكس انا عم شوف هيدي ذكى منهم انه يستعملوا نوع موسيقى هن بيملكوه تيقدروا يركزوا على التمثيل وعلى الغناء. يعني مش معقول كانوا ينقوا شيء مش كتير متملكين منه، لان بصير عندهم دوب الافار انه يمثلوا ويغنوا. انا انبسطت بالشوال اللي عملوه ثلاثتهم، لانه شانتال انا بحبها بس تغني هيك، بس تغني لبناني، بس تغني شعبي بيلبق لها، مع انه اكيد بكثير مطارح صاروا يهيصولا على الافلات تيضيعونا، طب ما نعرف اذا قفلت مزبوط او لا. بقى كنت انا انطر تشوف شو كيف بدها تقفل، بس ما اقدر قد ما هن يهيصولا ويزقفولا. بس بالمجمل كانت عم بتغني بطريقه حلوه، كقوه صوت كان حلو، الموال اللي عملته كان مهضوم يعني فور انترودوير تتبلش المشهد تتبلش الحفله. حبيت رافائيل انه كمان عمل الموال عقده، يعني ما تفلسف فيه زياده تمشان يبين القصص اللي مش كتير ظابطه او نقاط الضعف، بالعكس غنى الاشياء يلي بتلبق له بطريقه معينه. مروان اكيد اليوم انا شفت انه بلش مروان شوي يفوت بالجو اكثر، بلش يتحسن، يعني باي معنى هو صوته كتير حلو بس بلش يعرف يختار القصص اللي بتناسبه اكثر، يعني الغنيه اليوم بتناسبه كتير اكثر من مره الماضي، يعني وهو النوع اللي بحب يغني ويفرجينا اياه. انا كنت مع انه يروق شوي وقت يغنوا، يعني وقت بدنا نجي على الغنى شوي خففوا التعابير اللي عملوها، كانت شوي مبالغ فيها تنقدر نحن نركز على صوتهم، لانه الايفال هو الفكره والتمثيل والغنى يلي هو جزء اساسي منه. بس كله على بعضه كان ظابط، كان حلو، كان مهضوم. بس اكيد كنت بحب اسمعهم بطريقه اروع اكثر، بس الشباب اليوم وشانتال عاملين جهد، وبرافو يعطيهم العافيه.